السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي كي دايرين؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا باتم الصحه والعافيه وجمعه مباركه ان شاء الله. كلشي كيعرف بان الحرب ديال الانتقالات الصيفيه بدات، واللي كيهمنا حنا بالدرجه الاولى هم اللاعبين المغاربه. وهذا المره خبر حصري من موقع كالتشيو ميركاتو اللي كتصبح علينا بواحد الخبر رائع، مفاده ان جوزي مورينو حط اشرف حكيمي على راس القائمه الانتدابي في الانتقالات الصيفيه القادمه، وبالفعل امر اداره توتنهام باش تبدا الخدمه ديالها. وباش نكونوا اكثر موضوعيه، غادي نسرد عليكم الخبر كما جاء ونبداو على بركه الله. افادت صحيفه كالتشيو ميركاتو الايطالية عن رغبه المدرب البرتغالي جوزي مورينو في ضم اشرف حكيمي الى نادي توتنهام، اذ وضع سبيشل وان على راس قائمه الانتقالات الصيفيه القادمه اسم الدولي المغربي حكيمي من اجل التعاقد معه من طرف اداره سبيرز. كما اضاف ذات المصدر ان جوزي مورينو شغوف للاستفاده من خدمات اللاعب المغربي. ما شاء الله، مورينو غادي يتسطى باش يشوف حكيمي مع توتنهام. وبحسب صحيفه دياريو غور الإسبانية، فسيعود سبيشل وان إلى الاهتمام بالعناصر التي كان يضعها نصب أعينه في الميركاتو الصيفي الماضي، ومن بينها أشرف حكيمي. وحسب ذات المصدر فسيكون هناك منافسة مشتدة مع باقي الأندية المهتمة بالجناح الأيمن المغربي، أبرزها أندية لندن اللي هما أرسنال وتشيلسي. يعني مورينيو أصلا كان باغي أشرف حكيمي من الموسم الماضي، وكيف ما سمعتوا المنافسة على حكيمي ما غاديش تكون سهلة. وهناك أخبار أخرى ان ارسنال بقياده المدرب ارتيتا عاوتاني قدم عرض جديد لاداره الانتر باش يستافدوا من خدمات حكيمي. وعاد باقي غادي نشوفوا ان شاء الله فرق كبرى غادي تدخل على الخط لانتداب المغربي حكيمي. ختاما، في نظركم واش نتوما مع فكره اشرف حكيمي ينتقل لنادي توتنهام العريق اللي كيدرب واحد من احسن مدربي العالم اللي هو جوزي مورينو، او انك ما مقتنعش وكتفضل يزيد عام اخر مع الانتر بقياده المدرب انطونيو كونتي؟ كيف العاده كنسير الاراء ديالكم في قسم التعليقات، وكان معكم اسلام. خليكم في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا لكم ومع السلامه.